دكتور، يعني لما نيجي نقول ان احنا بنعمل تقليد سنوي بيحسسنا كلنا بالفخر وبيحسسنا كلنا بالعزة وبيحسسنا كلنا بأجواء يمكن مش كلنا كنا عايشين وقت رفع العلم لأول مرة من 33 سنة، لكن لما بيتم المراسم ولما بيحصل ده قدامنا بنحس بالفخر وبنحس بالعزة وبنحس بالمجهود اللي أهالينا عملوه، سواء جهدوا في الحروب أو بعد كده في المعركة الكبيرة الدبلوماسية والقانونية اللي تم يعني مجابهتها من قبل المصريين. لما نيجي نقول أهمية احتفال وأهمية تواجد حضرتك في يوم مهم زي ده لينا كلنا، بداية يعني الحقيقة هناك أيام في تاريخ كل دولة أو أمة أيام تعتز بها، ورب العزة يقول لسيدنا موسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، وأيام الله لكل أمة هي أيام النصر، أيام العزة، أيام أن يحقق الوطن ما يريد. هذا جانب. الحقيقة أولا بداية بهنئ سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأهالي طابة وأهالي جنوب سيناء والشعب المصري بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعا، ذكرى استرداد طابة ورفع العلم المصري عاليا. واليوم طبعا سيادة اللواء مع القيادات القواتنا المسلحة الباسلة بيتم رفع العلم في رمزية عالية لسيادة الدولة المصرية على كل شبر من أراضيها. موضوع طابة بالذات أنا باخد منه رسالة مهمة جدا، لأن ده مر بثلاث مراحل ربما لم تحدث في أي قضية أخرى. أولا المرحلة الأولى مرحلة الحرب والتضحية والفداء والشهادة في سبيل هذا الوطن. المرحلة الثانية مرحلة السلام، وبنقول للحرب أدواتها ومتطلباتها وللسلام أدواتها ومتطلباته، وما فيش عاقل يجي في مرحلة السلام ويقول أنا عايز أحارب، لأن التعامل مع الحرب لها أدوات طبعا. ومرحلة السلام لها أدوات. ثم تأتي طابة بالذات مرت بمرحلة ثالثة غير موجودة في باقي المناطق وهي مرحلة التحكيم. ده بيخلينا نقول إيه؟ الوطني الحكيم من يتعامل مع المراحل بأدواتها، فيتعامل مع الحرب بأدواتها ومع السلام بأدواته ومع التحكيم بأدواته الفنية، ولا يجوز استخدام أدوات مرحلة في مرحلة أخرى. ولذلك ألخص ده أقول العاقل أو الوطني الحكيم من يعطي الوطن ما يحتاجه الوطن في الوقت الذي يحتاجه الوطن. ما يجيش بقى في وقت الحرب يقول لك انا عايز في وسط الحرب كده ويقول لك لا انا بتاع سلام، ده انت في معركه صح. او ما يجيش في وقت السلام ويعمل موقف حرب. لا تسقط احكام السلام على احكام الحرب ولا احكام الحرب على احكام السلام. اتنين، مفهوم الدوله، قضايا التحكيم ده لازم الناس تشعر ان احنا العالم اليوم ليس كعالم الامس، وإذاك عملنا كتاب مفهوم الدولة وتطواها. الآن بقى في محاكم دولية وفي قوانين وفي مجلس أمن وفي أمم متحدة، فلابد أن نتعامل مع العالم بأدواته. ما يقتضيه التحكيم نذهب للتحكيم، ما يقتضيه السلام نحن أهل السلام. إذا فرض علينا الدفاع عن أوطاننا دفعنا عن أوطاننا. فده من أهم نقطة، فقه المراحل والتعامل مع كل مرحلة بأدواتها.